لا لن أترك أخي وحده. أمي، ماذا قلت؟ إنه جرح واحد فقط. لا لن يستطيع جرح واحد فقط أن يأخذ أخي مني. لا، أنا لن أتركه وحده، لن أتركه وحده، لن أتركه. قندوس بني، ابنتي بال بجانب عثمان الآن. لا يقطع الأمل من الله، لا يقطع الأمل من الله يا بني. لم أحمي، لم أستطيع حمايته يا سيدي. ماذا سأقول لأبي؟ أنت تعرف، قال أبي، ما الذي حدث لعثمان؟ فماذا سأقول له يا سيدي؟ الذنب ذنبي بني. عثمان سيكون بخير، عثمان سيكون بخير، لا تقلق أبدا، لا تقلق بني، كن قويا واصبر يا بني. بني، أنت تجلس في منصب السيادة، يجب عليك أن تكون صامدا كي يصمد الأهالي، يجب عليك أن تكون ثابتا لتبقى القبيلة صامدة. ولنقف على أقدامنا. تماسك يا بني. عندما يأتي يوم الحساب ماذا سأقول؟ إنني لم أقف إلى جانبه، تخليت عن ابن أخي بسبب جشعي وصعبت كل أعماله، لقد آذيته وصعبت كل أموره أيضا، لقد آذيته. أنت تتحامل كثيرا على نفسك، لا تفعل، لقد ارتكبت الأخطاء فيما مضى، ولكن البشر خطاؤون. ثم أليست المسألة هي أن تندم؟ انظر، لقد ندمت ووقفت معه وكنت إلى جانبه كتفا إلى كتف، والآن لو نهض عثمان ووقف أمامك وسمع ما تقوله، ألم يستاء منك؟ ألن يغضب؟ ألن يحاسبك على حالتك ويقول لما لم تغلق هذا الدفتر يا عمي؟ ماذا إن لم ينهض؟ ماذا إن مات بطلنا ورحل؟ ماذا سأفعل حينها يا هزال؟ كيف سأواجه عذاب الضمير هذا؟ عد إلى رشدك يا سيد دوندار، هل يموت بطل كعثمان بسهولة هكذا؟ لا، الدعاء منا والشفاء من الله. لا تحني رأسك، كما نهض عثمان في كل مرة أصيب بها سينهض الآن أيضا. أنت في منزلة أبيه الآن وهو مثل ابنك، اهدأ وتماسك لكي يستمد القوة منك